من باريس تنضم إلينا جيهان جادو المحللة السياسية. مرحبا بك سيدة جيهان. أهلا بحضرتك، كيف بالسادة المشاهدين، أهلا بك. ماكرون بحسب الإليزي استبعد خيار تشكيل حكومة من اليسار وسيطلق مشاورات جديدة مع مسؤولي أحزاب وشخصيات، هل هذا يعني أن مصاعب فعلية تواجه تشكيل الحكومة وماكرون يحاول الخروج من سياق الحزب التقليدي إن صح التعبير؟ بكل تأكيد طبعا هي ولادة متعثرة جدا لتشكيل الحكومة الفرنسية، خاصة وأنه لا يوجد توافق على الإطلاق على شخصية معينة، سواء يعني حتى المرشحين أو الأسماء المرشحة الحقيقة لا تلقى أبدا قبولا، يعني من خاصة حزب اليمين المتطرف الذي رفض كلية وجزئية أن يكون أحدا من حزب اليسار هو المتصدر المشهد وأن يكون هو رئيس للحكومة. كل هذه المشاورات التي تمت اليوم نستطيع أن نقول أنها للأسف باءت بالفشل من التوافق على شخصية وعلى شخصية هامة، نستطيع أن نقول أنها سوف تكون هي رئيس أو رئيسة الوزراء المستقبلية. فطبعا هي الحقيقة هو فرنسا حاليا في حالة شلل سياسي، يعني لم يكن لها سبيق يعني أو يعني من قبل، يعني لم تقوم فرنسا بهذا الوضع مسبقا في الحياة السياسية العامة. هي حالة استثنائية فعلا، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية المؤخرة. فطبعا بكل تأكيد الوضع صعب للغاية من تشكيل هذه الحكومة ومن أيضا الاتفاق على شخصية معينة يصدر بها قرارا بأن تكون هي رئيس أو هي التي تشكل الحكومة المستقبلية. ما هي الخيارات المتاحة لماكرون خارج اليسار يعني بالمعنى الكبير وخارج السياق السياسي؟ هو طبعا بكل تأكيد هي الحقيقة الخيارات للأسف ماكرون في وضع وفي مأزق كبير جدا جدا للغاية، لأن الوضع السياسي والأحزاب السياسية حاليا سواء اليمين أو اليسار أو أيضا الوسط هم أحزاب متضاربة ولا يوجد أي توافق ما بينهما، ويخشى كل منهما أن يكون لحزب دون الآخر هو المتصدر المشهد وهو الذي يسيطر على السلطة في فرنسا. فطبعا ماكرون في وضع الحقيقة صعب للغاية، هو عليه أن يخرج عن التقليد السياسي أو أن يخرج عن المسار التقليدي، لأن الحقيقة طبعا هو سوف يواجه يعني أزمة كبيرة جدا جدا في التصويت لحجب الثقة إذا ما على سبيل المثال تصدر حزب اليسار بهذه الحكومة، سوف يقوم حزب اليمين بمذكرات حجب الثقة وهو ما لا يرغب فيه ماكرون. هل يلجأ أخيرا إلى حكومة غير سياسية يتجاوز بها هذه الأزمة؟ هي نعم، هو هذا الطرح وارد جدا، أن يكون هناك شخصية أكثر توافقية وأن يقوم باختيار شخصية لها يعني وضع سياسي أو يكون خارج النطاق الخاص بحزب أو برلمان الأقليات، لأن الحقيقة لا توجد مطلقة أو لا توجد الأغلبية مطلقة لأي حزب من المتصدر المشهد، فقد يكون هناك توافقا أو يكون هناك في المناقشات التي ستقوم غدا أن يختار الرئيس إيمانويل وماكرون شخصية يعني على سبيل المثال غير سياسية لكنها لها نطاق واسع وأوسع، وكان قد تشكل حكومة ائتلاف يعني لتسيير الأعمال في الفترة المقبلة، خاصة وأن الميزانية الفرنسية لابد دستوريا أن تعرض في خلال شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر سيدة جيهان جادو المحللة السياسية، كنت معنا من باريس، شكرا على هذه التوضيحات. شكرا.